رحم الله. حمد الله في كاين القوة ديالو في الكاري في الخاص منطقة الجزاء رجل قوي حيت حيت الأهداف اللي تسجل تسجلها تقريبا من داخل منطقة الجزاء ما تنظنش بأنه يعني يمكن دير الحملات المضة ولكن هداف يعني كما كاين بعض الناس يقول لك بأنه راه من بعد فرص ربع فرصة يرضها فرصة غير هو خصو حمد الله ما يكونش معزول لأنه حمد الله يعني في هذه المقابلة اللي لعبنا مثلا ديال المباراة ديال آسف ديال كرواتيا إذا لعب وجاو ثلاثة ديال الكواري ديال اللي جاو عند النصيري وما سجلهم جايب وقع ما بحال نفسي وما لعبوش ما عطاو ثلاثة ديال الكواري حيت الطبيعة ديال المقابلة ما تخليش يجيو الكواري بزاف حمد الله فين ينفع شتي داك المباراة اللي الفريق الوطني المغربي تيقول لك لعبنا مزيان واش سجلناش وما سجلناش هي اللي تنكون وصلنا للمرمى مثلا 7 ولا 8 المرات ضيعنا هنا تصلح حيت هو وحده ولا جوج من هادوك غيسجلهم لك علاش لانه انت غادي للمرمى باستمرار الا غدير حمد الله بوحدو داخل منطقه الجزاء وبقات له الكواري على الراس ماشي لعبوا هو عطيها له في وسط منطقه الجزاء عطيها له بوش جوج ديال اللعابه حيت هو عنده كوفر دو بال مزيان تيكوفري مزيان على البال وهي هذا راسه ما تهيئها له شيء واش مسيني حيت هذه هي القوه ديالو بمعنى انه ملي ياخذ الكره خصو يلقى حداه واحد جوج على الاقل ثلاثه ديال اللعابه باش يلعبوها بيناتهم هي هالو غيقضي بها الغرض اما الا خليتي حمد الله في منطقه الجزاء واقرب لعاب ليه ب 25 متر ولا ب 30 متر تيبان بحال معزول ولا تجربه بينات راه حتى من دخل دابا شنو كان تيدير ما قاصر علاش لانه حنا اللعب ديالنا مبني على انه نعمر وسط الميدان وهو ما تيقدش يرجع لوسط الميدان لان الدور ديالو يهدد المرمى ديال الفريق الخصم لما تيمشي تلقاو حتى اللعابه ملي تيبغيو يعطيو الكره تلقاهم مخشي في وسط ثلاثه ديال اللعابه كي غيديروا باش يعطيوها لهم.